طيب السلام عليكم يا رجاله، فيديو جديد. فيديو النهارده يا اسطى عكس فيديو امبارح خالص. فيديو امبارح يا اسطى اللي ما شافش الفيديو، فيديو امبارح يا اسطى كان حظر اي رقم، نسخه حظر الارقام تمام، بتطير رقم في اقل من دقيقه تمام. تمام فيديو النهارده بس عشان لو رقم اكتر هوريك ازاي تفكه تمام. تمام الطريقه ما خدتش معايا 16 ساعه والرقم اتفك تمام. تمام هوريك بس حاولت كام محاوله وفي الاخر اتفك تمام بكود جديد مش مع حد تمام. بس قبل ما ابدا يا اسطى في شرح الفيديو، تعالى اوريك بس الاثبات تمام. ركز يا اسطى على الرقم ده كده، شايف يا اسطى الرقم ده 10 30 38 4 3 5 1 تمام، محظور اهو تمام. تعالى اوريك بقى بروز بعد ما فكته تمام. هوريك كل ده اثبات دلوقتي. نفتح النسخه مثلا فاضيه تمام، النسخه دي مثلا اهو الرقم يا اسطى 10 30 38 4 3 5 1 تمام. الدور التالي كده يا اسطى، ثواني ويت كده شغل النت واجيلك تمام. يا اسطى رجعت لك اهو بعد ما فكيت بعد ما فتحت النت وكده تمام. بص يا اسطى فتح اهو تمام كده، مفيش اي مشكله، الرقم مفكوك تمام. تعالى بقى اوريك برو. بس قبل ما ابدا برو شرح الشرح وكده، انت صلي على النبي اشترك في القناه انت بس ما اشتركتش، ولازم تشترك في القناه عشان تعرف تحمل الكود اللي هسيبلك في الوصف. كل اللي هنحتاجه يا اسطى النهارده الجيميل تمام، ونسخه فاضيه اعمال متجر تمام. بس يعني استحسن تكون من المتجر يعني تمام، واسيب لك كود في الوصف تمام. اشترك في القناه عشان تعرف تنزله تمام. خش في الشرح بقى على طول يا برو تمام. هنجيب مثلا رقم محظور، الرقم اللي هو مثلا رقم مين، نجيب رقم ادم تمام. رقم ادم يوسف يسطا يوسف يسطا تمام. تمام بص يسطا تمام، اهو يسطا رقم محظور. هتجيب له هتتك يسطا على فريق الدعم، ركز تمام. نجيب لقطة شاشة يسطا كده، هتاخد سكرين الاول تمام. طب ارجع كده وانت هجيبها لك من الاول خالص تمام. دوس التالي كده يسطا، هتاخد سكرين كده يسطا تمام. وبعد كده هتداس ايه فريق الدعم، تجهز على كلمة الصور دي يسطا كده، وتجي ايه هتعمل سكرين شوت تمام. هتيجي حاطط ايه يا اسطى الصوره بس كده تمام. الكود بقى اللي هسيبه لك في الوصف يا اسطى تمام، ده الكود تمام. ده الكود يا اسطى هسيبه لك في الوصف. هتيجي داس التاني، ثواني بس عشان النت عندي ضعيف تمام. هتدوس يا اسطى على الكلمه اللي تحت دي، هذا لا يجيب على سؤالي تمام بس كده. بعد كده يا اسطى هتدوس على الجيميل تمام، هيدخلك على الجيميل على طول تمام. هتكتب بقى يا اسطى، هتعدل بقى الكلمه اللي هنا دي تمام. هتكتب ايه؟ سؤال حول حظر رقمي تمام، حظر رقمي تمام. هتيجي تحت كده يا اسطى، انا سايب لك الكود ده تمام. تيجي كاتب تحت كده يا اسطى، ننزل كده ماي نمبر بقى، انا كاتبه لك، كاتب كل حاجه يعني تمام. هتكتب بقى رقمك يا اسطى، تفتح قوس كده، اكتب بقى رقمك يا اسطى خليك بس في مسافات تمام. بس كده يا اسطى ده رقم. هتيجي قاس ايه يا اسطى؟ قياس سنتي تمام. بس كده ابو بص شايف، هنزل كده بالخلفيه من تحت كده، فين بس هتلاقيه اتبعت في الجيميل على طول. خش بقى يا اسطى الجيميل كده، بس انا عندي النت خرا يعني. بس هوريك بقى هوريك بس طه وهو فاكك تمام. كده احنا عملنا خطوات. بص يا برو بقى اهو، شايف يا اسطى الايام دي الرقم اللي انا فاكه اللي انا قلت لكم في اول الفيديو ده، رقم اخويا واقع، اخويا معايا في البيت مش اخويا مجال وكده تمام. انا شايف يا اسطى اليوم كام؟ 9 يناير تمام. ما تفكش 9 يناير، ما تفكش. كل الاكواد دي يا اسطى هي اللي انا بطيرها دي، كل دي فكتهوش الرقم، الكود اهو يا اسطى اللي فكه تمام، اللي هسيبه لك في الوصف. بص يا اسطى تمام، اهو الكود ده، الكود اللي انا هسيبه لك في الوصف اللي هو ده تمام. بص بقى رد الشركه بقى لما ردت عليا تمام، وجيت كده ناخد ده كله كوبي كده ونروح على جوجل لسه نترجم ووريك الشركه قالت ايه. ندي نسخه كده برو، دوس بقى على جوجل كده، دوس ترجمه جوجل تمام. اوريك الشركه قالت ايه تمام، فكته على طول. الكود بيفك اي حظر تمام. سيب بقى استا كومنت كده استا ولايك كده تمام. دوسنا لصق كده، ثواني ثواني الكود ما جاش كوبي. بص يا اسطى اهو نسخ، نروح بقى كده هتديه لاسك هنا كده. بص بس الترجمة، ثواني عشان النت ضعيف وكده. فهتلاقي يا اسطى قال لك خلاص روح للمتجر ونزل الواتس، الرقم اتفك على طول تمام. بس ثواني النت بس وحش، طب ويت كده هشغل الداتا وارجع لك. انت
تمام يا برو، رجعت لك تاني يا اسطى. تمام الرقم اهو. بص يا اسطى كاتب ايه؟ شكرا على رسالتك، نعتذر على اي ازعاج يكون قد سببه الامر على نظامك. تمام لضمان الوصول يرجى اعاده التحقق من رقمك واتساب. تمام وتنزله من الموقع بتاعهم. تمام بس يا اسطى كده، والرقم اتفك اهو. تمام تمام نراجع هاتفك مره واحده. تمام فالمهم يا اسطى الرقم اتفك اهو. تمام قال لك روح نزله والرقم اتفك على طول. تمام الرقم ده خد كام؟ 16 ساعه لما اتفك. تمام فاللي هو حاجه عظمه يعني. فالكود ده بيفك اي رقم. تمام محدش نزله قبل كده الكود ده يعني. تمام فانا قلت انزله لكم النهارده. تمام بس يا اخويا ده كان فيديو النهارده، متنساش بقى برو تشترك في القناه عشان تعرف تحمل الكود. تمام سيب لك الكود طبعا في الوصف بلينك مباشر. تمام مفيش اختصار روابط والكلام ده كله. تمام بس يا اخويا يلا اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.